انا اعتقد في تطور، في تطور اول شيء في تعدد القنوات، في تطور في التخصص. يعني عندما كانت الاذاعه الرياض جاء في تجربه انه فتحوا مرسلات في الدمام، واصبح النداء في عده سنوات كانت اذاعه المملكه العربيه السعوديه من الرياض والدمام، وكانت ايضا اذاعه جده تحول يسمونها اذاعه البرنامج الثاني، وعلى اساس انها تكون يعني لها فئه محدده او فئه مختلفه من البرامج التي لا تبثها الاذاعه. بعدين اتت قضيه اذاعه القران الكريم، واتت اذاعه نداء الاسلام، فاصبح في يعني شيء من التطور في قدر كبير جدا. نداء الاسلام. هاو وراك يا وليدي تطفيه، شغله خلنا نسمع العالم. ابشر ابشر على الصوت تطفيه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم.